2013. السيسي ماسك حكم مصر امتى؟ 2000 وكام؟ 13 2014. 2013 كان محمد مرسي. يارا ركزي معايا في المثال ده، هي مصر دلوقتي مش بتعاني من أزمة اقتصادية؟ صح. ايوه تيجي بقى، طب تعالي بصي، هل علم التاريخ يقدر يحل لك الأزمة الاقتصادية اللي في مصر دي؟ اه يا مستر. ازاي؟ جات الحكومة المصرية بتقول لك والله ايه، انا عايزة دولة كان عندها أزمة اقتصادية زينا، والموارد بتاعتها زينا، والسكان بتاعتهم زينا، ويكونوا حلوا المشكلة دي وخرجوا من الأزمة المالية. مش نبدأ ندور على الدول اللي حوالينا مرت بظروفنا، وضعها زي وضعنا، مواردهم زي مواردنا، عدد سكانهم زي سكاننا، وإن هم حلوا الأزمة المالية ونعمل زيهم؟ عشان برضه احنا نحل الأزمة المالية بتاعتنا؟ ها، مش المفروض نعمل كده؟ أيوة. الحكومة المصرية بدأت تعمل تجربة اسمها تجربة البرازيل. البرازيل يا مستر دولة عندها ديون زي ما انت كان عندك ديون، الموارد بتاعتهم زي الموارد بتاعتك. البرازيل مشيت يا مستر على مجموعة من الخطوات عشان يقدروا يحلوا الأزمة المالية بتاعتهم. يبقى أول حاجة بيعلمها لك علم التاريخ هو استخلاص العبرة من تاريخ الأمم السابقة. ابدأي شوفي الأمم اللي قبليكي، الناس اللي قبليكي وضعهم ايه، احوالهم ايه، وانت ايه، حل المشكله دي. ما انت خلاص استفدت منهم، عرفتي ايه هم الاخطاء اللي وقعوا فيها وايه المشاكل اللي وقعوا فيها، وانت ما تقعيش فيها، ما تغلطيش فيها. طب تاني حاجه بيعلمها لي علم التاريخ هو ابراز القدوه الصالحه. طبعا يا مستر التاريخ بيكون مليان العديد من الشخصيات، شخصيات صالحه وشخصيات فاسده. علم التاريخ بيبرز لك القدوة الصالحة عشان تقتدي بيها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان الحديث بتاعه بيقول ايه، ولكم في رسول الله، مين يكمل، ولكم في رسول الله اسوة حسنة، يعني الصفات حسنة. هل احنا هنكون زي الرسول؟ صفاتنا هتكون زي صفات الرسول؟ لا ولكن احنا ممكن نتعلم من الرسول العطف، الرحمة، الرفق، الليل. علم التاريخ يا مستر علم مليان مليء من الشخصيات. يعني يا مستر واحد يقول انا عايز اطلع زي احمد زويل، شخصية محترمة، مجدي يعقوب، محمد ابو تريكة، دي محمد النني. طبعا يا مستر دي شخصيات صالحة الانسان يقتدي ايه، يقتدي بيها. كمان يا مستر التاريخ بينمي الشعور بالمسؤولية. يعني ايه بينمي الشعور بالمسؤوليه؟ يعني علم التاريخ يا مستر بيخليك ان انت تحافظ على مكاسب المجتمع بتاعك. يعني انت يا يارا كده لو ان شاء الله في مصر انت ومحمد ولقيت واحد يعني قدام الاهرامات وقاعد ينحت في الايه، في الصخور، هتقول له ايه؟ او واحده بترسم قلب على قطعه اثريه، هتقول لها ايه؟ يبعد وشب. ايه؟ هتسيبها ترسمها؟ لا يبعد يبعد يعني يبعد؟ يعني. افتكر هتسيبها ترسمها. طبعا ليه يا مستر، هي بتاعتك؟ لا، ولا بتاعتي، دي بتاعت مصر كلها. علم التاريخ بيعلمك ان انت تحافظ على المكاسب بتاعتك. والمثال اللي انا اديته قطر. قطر السنه اللي فاتت كانت بتنظم كاس العالم. في الشوارع بتاعت قطر لو حد فيكم كان في قطر كنت هتلاقي كلمه مشهوره جدا جدا، افتخر انك قطري وحافظ على قطر. ليه يا مستر؟ قطر يا مستر عملت حاجه ادهشت العالم كله، حولت البلد بتاعتها 180 درجه. فبدأوا يكلموا الشعب القطري يقول لهم افتخر انك قطري وحافظ على قطر، حافظ على المكاسب اللي احنا عملناها لك، عملنا لك طرق مواصلات، عملنا لك فنادق، عملنا لك ملاعب، عملنا لك مدن، الكلام ده عملناه بفلوسك، بفلوس قطر. فبيقول لك حافظ على المكاسب بتاعت المجتمع. علم التاريخ برضه يا مستر بيدعونا للابتعاد عن التعصب. يعني ايه الابتعاد عن التعصب؟ يعني يا مستر العالم كله ما امشي على حضارة واحدة، يعني المصريين ما يفتخروش بالحضاره المصريه، مش هم بس اللي عملوا حضاره، في بلاد اخرى عملت حضاره. العراق عندها حضاره، فينيقيا عندها حضاره، اليمن عندها حضاره، الهنود الحمر اللي هم السكان بتوع الامريكتين عندهم حضاره، اليونان عندهم حضاره، الرومان عندهم حضاره. فعلم التاريخ بيعلمك ان انت ما تتعصبش، العالم لم يقم على حضاره واحده او لغه واحده او عنصر واحد. وهنا نبدا السؤال الاهم بالنسبه يا مستر لعلم التاريخ، احنا عرفناه منين؟ أو بدأ إمتى؟
علم التاريخ اللي احنا بندرسه والشخصيات والاحداث والكلام ده كله بدأ امتى او بدأ يتعرف امتى؟ ها يا يارا، ها يا محمد. العصور القديمة، عرفت؟ لا عرفت. الهرم الاكبر من اللي بناه؟ أوف، لا، عبد الرحمن محفوظ اللي بناه. انت ايش عرفك ان خوفي؟ كتب التاريخ. كتب التاريخ. كتب يعني كتابة، صح؟ علم التاريخ يا مستر بدأ يتسجل والأحداث بدأت تتسجل وكل حاجة بدأت تتعرف والتاريخ ندرسه لما اخترع الإنسان الكتابة. يعني افرض يا محمد أو يا يارا الإنسان ما اخترعش كتابة، أي حاجة هتوصل لي؟ والله كان كل واحد نسب الهرم ليه، نسب المعابد ليه، نسب التماثيل ليه، صح؟ آه. إذا يا مستر أن العصور التاريخية تبدأ باختراع الإنسان الإيه؟ الكتابة. وأول عصور بيتكلم لك عليها هي العصور القديمة. العصور القديمة لازم أعرف بتبدأ إمتى وتنتهي إمتى. بتبدأ سنة 4000 قبل الميلاد وتنتهي في 476 ميلاديا. ولكن يا يارا لازم تكوني عارفة، لما باجي أنهي عصر، لما باجي أنهي عصر، مش أنا قلت 476؟ مش دي نهاية العصر؟ نهاية العصور القديمة؟ من هنا خلاص انتهت العصور القديمة؟ اشمعنى التاريخ ده بالذات لما يجي ينهي عصر لازم ينهي العصر بحدث سياسي أثر في العالم كله؟ تاني، لما يجي ينهي عصر، لما يجي ينهي عصر بينهيه بحدث سياسي أثر في العالم كله. حصل إيه في السنة دي بالذات؟ سقطت الإمبراطورية الرومانية، آخر إمبراطورية في العالم القديم، آخر إمبراطورية في العصور القديمة سقطت. وده يا مستر حدث هز العالم كله. تعالى يا مستر نشوف في العصور القديمة أشهر الحاجات اللي وصل لها الإيه؟ الإنسان. الإنسان في الفترة دي كان عارف الزراعة وعارف الاستقرار، الإنسان كان عارف الكتابة وبنى المقابر. كمان في الفترة دي قامت الحضارات اللي في الشرق، حضارات الشرق اللي هي حضارة مصر، حضارة فينيقيا، حضارة العراق. وبرضه يا مستر في الفترة دي قامت الحضارات اللي في الغرب زي حضارة اليونان وحضارة مين؟ الرومان. إذا أخلي بالي لما أبدأ عصر وأنهي عصر، لما يجي ينهي العصر يا محمد يا يارا لازم ينهي العصر بحدث سياسي يؤثر في العالم كله، حدث سياسي يؤثر في العالم كله. طيب دي أول عصور هو بيتكلم لك عليها وهي العصور القديمة. بيخش على العصور رقم 2 وهي العصور الوسطى. العصور الوسطى بتبدأ إمتى؟ بتبدأ من 476 ميلاديا اللي هو سقوط الإمبراطورية الرومانية حتى 1453. إشمعنى يا مستر 1453؟ آه، أنت يا مستر لما تيجي تنهي هتنهي بحدث سياسي هيأثر في العالم كله. إيه الحدث السياسي اللي أثر في العالم كله؟ هو فتح القسطنطينية. محمد الفاتح هو فتح القسطنطينية. مين القسطنطينية بقى؟ عاصمة الدولة البيزنطية تقريبا. آه، عاصمة الدولة البيزنطية اللي هي دلوقتي اسطنبول اللي هي في تركيا. يا مستر ده حدث أثر في العالم كله. وخلي بالك العصور الوسطى بنسميها بعصور الصبغة الدينية. يعني ايه عصور الصبغة الدينية يا مستر؟ يعني عصور كان بينتشر فيها الدين المسيحي والدين الإسلامي. في الفترة دي يا مستر انتشر الدين المسيحي، وكمان سيطرت الكنيسة الكاثوليكية على جميع المجالات في أوروبا. وهنا لازم نقول استوب، تعالى يا مستر نروح لقارة أوروبا. مين اللي مسيطر على قارة أوروبا؟ الكنيسة الكاثوليكية. علشان كده يا مستر أوروبا في العصور الوسطى بتعيش في حالة من الجهل والتخلف. تاني، أوروبا في العصور الوسطى بتعيش في حالة من الجهل والإيه؟ والتخلف. إيه سبب الجهل وإيه سبب التخلف؟ هو سيطرة الكنيسة الكاثوليكية. أركز في النقطة دي جيد جدا.
ايه سبب ان اوروبا بتعيش في جهل وتخلف؟ هو بسبب سيطرة الكنيسة الايه؟ الكاثوليكية. لولا ان الكنيسة الكاثوليكية هي اللي مسيطرة على كل حاجة في اوروبا، لولا ان اوروبا مستر كانت عايشة في جهل وايه؟ وتخلف. مثال بسيط احب اوضحه لما بشرح النقطة دي، خدته في تانية اعدادي، حاجة اسمها الحروب الصليبية، صح؟ الحملات الصليبية يا مستر. اديك بس مثال بسيط كده لو انت حبيت تقرأ في الكتب دي. لو واحد من الجنود الصليبيين يعني اتعور في ايده، بيعملوا له ايه؟ بيقطعوا له ايده. لو اتعور في رجله بيقطعوا له رجله. لو حد عنده صداع في اوروبا، خليك انت روح اوروبا كده، لو حد عنده صداع في دماغه، المفروض ده مستر يعالجوه، يدوا له عشب بقى، يربطوا له دماغه، يعملوا له اي حاجه. لكن لو راح الكنيسه، القسيس او الاسقف او الكاهن اللي في الكنيسه بيقول له ده انت عندك شيطان في دماغك، ويبدا يضرب بدماغه بايه؟ زي بشاكوش كده صغير على انه يطلع له الصداع منها. طبعا ده دليل واضح ان اوروبا في الفتره دي كانت بتعيش في جهل وتخلف. الجهل والتخلف ده كان السبب الرئيسي فيه هو الكنيسه الايه؟ الكاثوليكيه. كمان يا مستر في الفتره دي كان النظام الاقتصادي في اوروبا هو نظام الاقطاع، قيام نظام الاقطاع في اوروبا وسيطره الجهل والتخلف. كمان يا مستر في الفتره دي اتولد سيدنا محمد، صح؟ سيدنا محمد مولود 570 ميلاديا، مش الرسول صلى الله عليه وسلم مولود 570 ميلاديا؟ ايوه اقرا محمد، صح؟ اذا ان برضه في الفتره دي يا مستر ظهر الاسلام، والاسلام لما بيظهر بتكون في حاجه اسمها الفتوحات الاسلاميه، ان الدين الاسلامي بدا ينتشر في العالم ككله. وكمان يا مستر في الفتره دي بيكون في حاجه اسمها الحضاره الاسلاميه، ازدهار الحضارة الإسلامية من بلاد الصين شرقا حتى الأندلس غربا. علشان كده لما جينا قلنا أين بدأت الحضارات وأين استقرت، قلنا الحضارات بدأت في الشرق ثم الغرب ثم رجعت في الشرق في العصور الوسطى عندما ظهر الإيه؟ الإسلام. يا مستر في العصور الوسطى كان العلماء المسلمين متفوقين في العالم كله. أول واحد حط خريطة هو العالم الإدريسي، أول واحد عمل علم الرياضة هو الخوارزمي، أول واحد حاول الطيران هو عباس بن فرناس، أول واحد عمل النظارة هو الحسن بن هيثم البصري. يعني خلي بالك يا مستر في العصور الوسطى كانت الحضارة الإسلامية تقود العالم ككله. واسأل شارل مارتن عن ساعة هارون الرشيد. هارون الرشيد بعت هدية لشارل مارتن الإمبراطور الروماني. يعني شارل مارتن جاب مجموعة من العلماء عنده يفكوا الساعة دي ومعرفوش يرجعوها زي ما كانت، وده دليل على تقدم العلم في بلاد الشرق والتخلف اللي كان موجود فين؟ في الغرب. علشان كده العصور دي يا يارا بيسميها لك بعصور الصبغة الدينية، يعني العصور اللي مسيطر عليها الايه؟ الدين. معايا يا يارا؟ أيوة مع حضرتك. محمد مع حضرتك يا ايه العصور الثالثة؟ هي العصور الحديثة. ايه العصور الحديثة بتبدأ امتى؟ بتبدأ من 1453 إلى 1800. اللي هو 1800 ده بيكون نهاية القرن ال19. العصور الحديثة يا مستر بيحصل فيها ريمونتادا، ريمونتادا لأوروبا. أوروبا التي كانت تعيش في جهل وتخلف في العصور الوسطى بدأ يحصل عندها تقدم. التقدم ده يا مستر بسبب حاجة اسمها النهضة الأوروبية. التقدم اللي كانت عشاء اوروبا بسبب حاجه اسمها النهضه الاوروبيه. بس تخلوا بالكم من الترتيب اللي هقوله. النهضه الاوروبيه دي هي اللي هتعمل يا مستر الثوره الصناعيه. الثوره الصناعيه هي اللي هتعمل الكشوف الجغرافيه. الكشوف الجغرافيه هي اللي هتعمل الاستعمار الاوروبي. لا لا لا، اهدى اهدى وافهمهم تاني. انت مش كنت لسه بتقول لي ان اوروبا في العصور الوسطى بتعيش في جهل وتخلف؟ في العصور الايه؟ الوسطى، صح؟ دلوقتي انا في عصور ايه؟ حديثه. اخبار اوروبا ايه؟ قال لك لا، اوروبا حصل لها النهضه الاوروبيه الفكريه، الفكره عندهم تقدم. النهضه الاوروبيه دي خلت عندهم حاجه اسمها الثوره الصناعيه. عارفين يعني ايه ثوره صناعيه؟ أهم حاجة عندي. الثورة الصناعية يعني الآلة اللي تصنع مش الإنسان. يعني كان زمان يا يارا الصناعات كلها يدوية، الإنسان هو اللي بيصنع بإيده، لكن الثورة
الصناعية إن الآلة هي اللي تحل محل الإيه؟ الإنسان. بسبب النهضة الأوروبية دي يا مستر، حلت الآلة محل الإيه؟ الإنسان، وبدأ يكون عندهم صناعات. بما يا مستر إن أوروبا عندها صناعات كتير، مش أكيد هم عايزين يبيعوا الصناعات بتاعتهم دي، المنتجات بتاعتهم دي؟ هيحتاجوا إن هم يبيعوها. ولما يحتاجوا إن هم يبيعوها، مش هيحتاجوا إن هم يكتشفوا أماكن جديدة يبيعوا فيها المنتجات دي؟ طبعا. ايه هي الاراضي اللي بداوا يبيعوا فيها؟ طبعا يا مستر، هم بداوا يروحوا لايه؟ لاراضي جديده، يكتشفوا اراضي جديده. زي ايه؟ زي الامريكتين. كريستوفر كولومبوس هو اللي مكتشف الامريكتين. راحوا يا مستر هناك الامريكتين على انها اماكن جديده يعرفوا يبيعوا فيها البضاعه بتاعتهم. لما يروحوا الاماكن دي ويلاقوا هناك موارد كتير، هيعملوا فيها ايه؟ مش الاماكن دي هيحتلوها عشان يقدروا يسيطروا على مواردها؟ إذا يا مستر، الثورة الصناعية أدت للكشوف الجغرافية، الثورة الصناعية اللي أدت للكشوف الجغرافية، والكشوف الجغرافية هي اللي أدت للاستعمار الأوروبي. أخلي بالي من الترتيب، الترتيب يفرق معايا، الترتيب يفرق معايا. العنصر المحرك للأحداث، يعني أوروبا دي، أوروبا دي تطورت بسبب النهضة الأوروبية. النهضة الأوروبية هي اللي أدت للثورة الصناعية. الثورة الصناعية اللي أدت للكشوف الجغرافية، الكشوف الجغرافية هي اللي أدت للاستعمار الأوروبي. عشان لما أجي أسألك أقول لك العنصر المحرك للأحداث، الأحداث كلها اتحركت بسبب النهضة الأوروبية. فاهمين؟ محمد يارا، مع حضرتك؟ لا فاهمين ولا مش حضرتك؟ لا فاهمين. يا محمد آخر عصور هيتكلم لك عليها وهي العصور المعاصرة. العصور المعاصرة اللي احنا بنعيشها دلوقتي، العصور المعاصرة بتبدأ من نهاية الحرب بتبدأ من الحرب العالمية الأولى إلى الآن، إلى اللحظة اللي أنا وأنتم بنتكلم فيها إيه؟ مع بعض. ولكن يا مستر العصور المعاصرة متناقضة. يعني ايه متناقضة؟ يعني مختلفة، فيها الإيجابيات وفيها الإيه؟ السلبيات. من الإيجابيات اللي في العصور المعاصرة هو ظهور حركات التحرر والاستقلال. يا مستر مش أنت قلت لي في العصور الحديثة كان في حاجة اسمها الاستعمار الأوروبي، الدول الأوروبية كانت بتحتل بلاد كتير؟ آه. لا، في العصور المعاصرة حصل حركة اسمها التحرر والاستقلال، الدول دي استقلت وتحررت. مستر الاختراعات والتكنولوجيا، الموبايل واللابتوب والثلاجه والغساله والتلفزيون والتكييف والمروحه، كل التكنولوجيا دي وكل الاختراعات دي كانت في العصور الايه؟ المعاصره. الكواكب والمجموعه الشمسيه والقمر والانسان يطلع للفضاء، كل الحاجات دي حصلت في العصور المعاصره، وكلها حاجات ايجابيه، حاجات كويسه. ولكن يا مستر العصور المعاصره سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، حد ايجابي وحد سلبي. ايه يا مستر السلبيات في الفترة دي؟ الحروب العالمية، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية اللي بيروح فيها أكثر من 140 مليون بني آدم. كمان يا مستر الأمراض والأوبئة، فيروس كورونا، إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور، كل هذه الأمراض والأوبئة انتشرت في العصور الإيه؟ المعاصر. محمد يارا، فاهمين ولا؟ ايوه وبكده يكون انتهى عندكم الدرس الاولاني، او راجعنا كده بصوره بسيطه الدرس الاولاني اللي هو الحضاره والتاريخ. احنا كنا واصلين للايه؟ الحاله الاقتصاديه صح؟ خدنا الزراعه صح؟ ايوه اخر مره. اه عشان اكمل كده ايه؟ خدنا الصناعه ولا ما خدناش الصناعه؟ خدنا الزراعة بس ولا خدنا الصناعة؟ عامة كده إن شاء الله بشوفكم الحصة اللي جاية عليه على خير.